ماذا أثر هذا السحر في دعوة رسول الله إلى دين الإسلام ونشر هذه الدعوة إلى جميع بقاع الأرض؟ السلام عليكم. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. قصتنا لهذا اليوم عن السحر والعين والحسد أيها الأحبة، وهذه الآية تكفينا. كيف لمؤمن أن يشك؟ كيف لمؤمن أن يعتبر بأن هناك يد مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. هناك يد مع الله أو يد تحت الله تتحكم في البشر وتنغص عليهم معيشتهم وترسبهم في امتحاناتهم وتمرضهم وتدخلهم المستشفيات. أنا هنا لست بصدد البحث في وجود السحر من عدمه، وإنما في تحميل السحر ما لا يطيقه. أيها الأحبة، الله هو الكافي، الله هو القهار، الله فوق الجميع، الله المتحكم في كل شيء. فلا يمكن لمؤمن أن يشك ولو للحظة بأن هناك شخص ما يمكن أن يؤذيه، وهناك الله الذي كتب على نفسه الرحمة. ترى في المصدقين في السحر والعين والحسد الغيبة والنميمة، فيغتابون الناس دوما ويشككون فيهم بقولهم هذه ساحرة وهذا دجال، والله وحده علام الغيوب. فلا يجوز التكلم عن أناس فهذه غيبة ونميمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مفر منه، لا بد من المرور به، وليكن ذلك جسر تعبر فوقه إلى الجنة ولا يكن جسر تعبر فوقه إلى النار. فالله سبحانه وتعالى وعد الصابرين الصادقين بالجنة، ودائما كان يقول: والعاقبة للتقوى. إن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين الصابرين. فالمؤمن يحتسب أمره كله إلى الله. فلنجزم على أن السحر موجود. ماذا أثر السحر في رسول الله كما يزعم البعض بأن الرسول قد سحر؟ ماذا أثر هذا السحر في دعوة رسول الله إلى دين الإسلام ونشر هذه الدعوة إلى جميع بقاع الأرض؟ ماذا أثر فيه؟ فلا يمكن أن نربط الفشل بالسحر. أليس هو ابتلاء من الله؟ وأن المؤمن يفوض أمره كله إلى الله. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.